انا عارف ان هيحصل حاجه، انا عارف. ها انا عارف ان في حاجه هتيجي تخضني دلوقتي. يلا فلتت مني. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة جيمزاوي. انا شادي جن، والنهاردة هنكمل تختيم لعبة The Dark Picture Little Hope. بس يا ريت قبل ما الفيديو يبدأ تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتروح تشوف الحلقة اللي فاتت، الحلقة الاولى من تختيم اللعبة. ويلا بينا نخش على اللعبة. دي الحتة اللي احنا وقفنا فيها في الجزء اللي فات او في الحلقة اللي فاتت، اللي انا لسه بنوه ان انت لسه لو ما شفتهاش ارجع شوفها بسرعة. دروا القصة. حسنا، تفاقم الامر بسرعة. ده حقيقة. كل ما يفعله الشخص سيأثر عليه في نهاية المطاف، أليس كذلك؟ نعم. لا تنظر إلي، لا أستطيع مساعدتك. أتذكر. آه صح، نو قال لنا أن أنا مش هقدر أساعدكم، بس أنا ولكنها قد تكون لحظات ما بعد الموت. لقد شاهدت الكثير خلال رحلتي على مر السنوات. تبدو أن هؤلاء القوم المساكين يواجهون قوى لا يمكن تفسيرها. أعني حركات شريرة في الغابة وأرواح من الماضي. فتاة ربما تكون في ورطة. إنها فتاة، أو ربما هي الورطة نفسها. على أي حال، أين نحن؟ لا تحصل أنجيلا على الكثير من الصلصلة من طرف تايلور. لا تفصح عن علاقتها. ماذا عن جون؟ الشخص المسؤول ربما. إذا الترجمة صغيرة موت، يعني أنا عيني وجعتني. Let me reassure you. You helped make some decisions that will be valued later on. And some that may turn out to be regrettable. That fellow in the bar, he was less than helpful, more than a little rude, if you ask me. Clearly something disturbing. هو بيراجع معايا اللي حصل. انا مش فاهم هو بيعمل كده ليه، يعني انا عارف ان هو بيراجع معايا اللي حصل، بس ليه؟ اوصل رصاك الحافلة. تمام، انا جاهز. رضا، انا سميت ده رضا عشان كنت متوقع ان في شخصية تبقى رجالة وحريمي، فسميته رضا عشان رضا فيه الاتنين. يلا بينا. تلك الفتاة الصغيرة بدأت غريبة. دي حقيقة. أنجيلا الطريق الرئيسي 28 مايو. هنشوف انت ماشي ازاي. اوبا، الاصوات الشريرة بدأت. يا جدعان انا قاعد في البيت لوحدي، يعني انا واقف النور الشقة كله، مفيش غير الاضاءة بس. بجد يعني اتخضيت بجد. حتة غزالة خضتني. لا، واخد الديزاين السينمائي اللي هو
فريمين اللي لونهم اسود دول من فوق ومن تحت. فحص فحص بسرعة. ايه ده؟ ايوه خدها خدها، يعني اكيد مش هسيبها. بلدة الاشباح في الشمال الشرقي. ليتل هوب يا ابني، ما قريتش يا ابني. ليتل هوب تسترد طبيعة البلدة. ايه يعني؟ صور ثابتة في عقول عن البلدة عن اشهر مخيلات نوصل فيه. مش كلام مش مفيد. في اعماق الخلفية تعد ليتل هوب بلدة مهجورة، لكن الغابات التي تحيط بها لا زالت تتجنب الشوك الرياضة الخطرة. في حتت منها غير قابلة للقراءة أو مشوهة. ماشي يا عم، تسلم. في حاجة تانية هنا؟ أكيد في حاجة هنا أو هنا. في حاجة هو دي قلب كبيرة ملناش دعوة بيها. يا ابني يا ابني، خد خد تحدثي معه. خد يا يما تحدثي. ايه بتعملي ايه؟ How are you coping? ما علينا، هي تحدثت من نفسيها. What do you think مش عارف ليه كل شويه اقعد ابص لبره بقى كده عشان شوف مفيش حد غيري تقريبا. ايه اشعر ان انا في خطر. حاسه حاسه مش متاكده. I feel like we're in danger. There's something very off about this place. حاسه مش متاكده حاجه حاجة. What is out there? ابقى هادئ، خلينا هادئين. You need to stay calm and positive. Panicking won't help anyone, and I, for one, have no intention of spending any longer out here than is absolutely necessary. في حاجة هنا غريبة. Appreciate. الحاجة استنتجت كده وهي، وأنا شايف إن ده شيء يعني صحيح. ما احنا فاتحين اللعبة دي ليه أصلا؟ Oh my god. امشي حق امشي حق حق اهرب حق. شي يلا يلا حبيبي يلا يلا. في حاجة هتحصل دلوقتي مش ظريفة. هي ده بيقولك الهدوء الذي يسبق العاصفة. في ايه هنا؟ اقف يابا اقف يابا. تفقد. ايه ده؟ حفلة او مسرحية؟ مجتمع ليتل هوب التاريخي يقدم الساحرة. ايه ادمونتون مسرحية يقدمها فلان 17 ابريل الساعة 7. هما هنا في مايو يعني دي قبليها باربع خمس شهور تقريبا. I guess it could, but تقريبا اه ليه علاقة. مش عارف انا برضو في لمحت حاجة ورا كده. خايف ghostly apparitions. خايف وربنا. A town full of historical weirdos. اوبا اللعبة عتمت بقت عتمة. في حد بيراقبهم؟ لا ما اعتقدش ان هو شبح، لان لو شبح هو مش محتاج يراقبهم. ولا دي البنت الصغنونة ولا ايه؟ يلا يلا امشي امشي يلا. يلا حبيبي يلا حبيبي. مد يا اختي مد 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 عموت مد. يا
يعني هاي الدنيا ابتدت تنور في وشنا شوية. There's something up ahead. شيء هناك أمامنا. الملك فرحان أوي كده، مش عارف أنا إيه فرحانة ليه دي. Which way? أي طريق أنت سنسلك؟ Can we move it? هل يمكننا أن نتحرك؟ Amen to that. وافقها الرأي. البنت الصغيرة مشيت كده. Hey, wait, stop. I'm just gonna say it. This is exactly what goes down in horror movies. دي البنت الصغيرة فعلا. ليه؟ What the hell do we do now? كنت اخبي وشي. I'll deal with this. سأتعامل مع الأمر. ابقوا هنا. Be careful, كن حذرا. لازم في الوضع زي ده تبقى حذر جدا. Professor. Oh my God. It's just like what happened to us. فصلهم عن بعض. لا he knew what he was doing. This لا بالسلامة يا أستاذ. Little heart. شايف إنه هيموت أصلا. He could be in deep shit. قد يكون في ورطة حقيقية. قد يكون this? هو في ورطة حقيقية. كان علينا الذهاب. This was a mistake. I should have gone with John. He shouldn't have gone in alone. Don't give yourself a hard كان يجب ألا يذهب بمفرده. دي حقيقة فعلا. Okay دي حقيقة فعلا وأنا خايف. طمأنينة مش عارف لا ما هو مش طمأنينة هو مش هيكون بخير. I don't know. I can't tell if whatever it was in there meant us harm. I just hope he's okay. I have a bad feeling about this. ينتابني شعور سيء حوال هذا وأنا برضو والله. هيرجع ميت ولا؟ الحمد لله سليم اهو ده الفل. هو شاف واحدة ايه ده؟ Are you okay? هل انت بخير؟ I lost my bearings. فقدت الاتجاهات. I couldn't see you through the thick fog. Did you see the little girl? هل رأيت الصغير؟ Back there. That's really odd because I sure couldn't see you. Your clothes look different and your accent was off. You sounded like an actor in some historical play. It must have been someone else you saw. المسرحية اللي هم قروا عنها من شوية. Whatever you saw, it wasn't me. Now please stop, you're scaring me. I am all done here. لقد نفذ صبري. Let us go anywhere except into the center of town. The fog decides where we can and can't go? Fuck that. I'm trying another way. Don't you kids watch horror movies? You never ever split up. These movies are dumb. And I'm going this way without you. Maybe splitting up isn't such a good idea, Taylor. No way. الله قدان تفضلوا معايا. I'm a John. حاجة بس تبلي الريق كده عشان ايه؟ احنا بنلعب. اتفق مع تايلور. فعلا من... I'm with Taylor. Seriously, you want to go with her? For me, this is a bad idea. أنا أتمنى أنها تمشي. Very bad. I'll team up with Taylor. It's not safe for you to be hanging around here on your own. Two teams are more likely to find a way out. حلو. Which is what we all want, right? I guess you're right. If the fog lets you through and you find help, send them into town to find us. أوه، دول هيروحوا المدينة. ثلاثة منهم هيروحوا المدينة. اتنين منهم هيروحوا ال لا تلاتة منهم هيدوروا على طريق واتنين منهم هيروحوا المدينة. اي جي ان هندورك انا الكاركتر بتاعي اندرو تقاطع الطرق الساعة 12/28 مايو.
Hold up. Malam. You hear that? What's in that house? Oh my god. ايه ده بيجري من ايه ده؟ يا عبيط انت استنى استنى استنى. شيت. وايه اللي حصل اصلا؟ Are we okay here? ان احنا بامان هنا؟ ده شاف واحد بعجله. اللي خلاك تجري؟ Somewhere around here there must be. يبدو ان هناك الطريق اسهل في هذا المكان للعوده الى الطريق. Let's move out. يلا نتحرك. انا الام الراجل ده على فكره الراجل ده شكله مدسوس معاهم. Nothing that makes sense. I do know there were witch trials in Little Hope around the same time as Salem. حاضر. حاضر. Now what? Are you okay? هل أنت بخير؟ The others are right now. Feels like it's my fault we split up in the first place. I feel responsible for everyone here. You were all. أنت زعلان إن هم افترقوا وأنت صح فكرة لا لا مش أنت كنت صح فكرة التفرقة أعتقد إن هي كانت تايلور. اعتراض لا يبقى إيجابي. I guess I'd. في الحالة دي الإيجابية لازم تكون موجودة. That's all anyone could do. Not sure my best is up to dealing with whatever is going on around us tonight. What we saw back there. You think that was really supernatural? دي حاجة فعلا شكلها خارقة للطبيعة. Creepy little girl in the fog. شكلها تبقى وراك ولا تخضي ما بتشد أمان لأي لعبة والله بعد كده. Can't explain what we saw doesn't mean we have to reach the most extreme conclusion. That's kind of what happened in Little Hope during the witch trials. They made bad decisions based on very little hard evidence. إيه ده؟ تعرفت الكلام ده منين؟ تحد خضوع بالتأكيد أفهم ذلك. سواء عارف الكلام ده منين أصلا. في تلك الحالتين هدفنا ليس إثبات أو نفي وجود ظواهر خارقة أو أشبه. أيا كان الخروج من هنا هو الأهم. طمأنينة. أمشي إزاي؟ أنا اللي همشي؟ تعالى كده. ايه انا عارف ان الحاجات دي ايه في ايه طب بتجري ليه خد يا عبيط هتسيبني لوحدي الله يخرب بيتك انا المفروض ادوس بقى ايه هنا يلا يلا ها ها انا عارف ان في حاجه هتيجي تخضني دلوقتي يلا فلتت مني فلتت مني هي دي المفروض بتتعمل ازاي اصلا بعملها ازاي مش عارف كل مره بتبقى غلط مش عارف المفروض ادوس هنا طيب دوس سبيس great job glad you made it over I think I twisted something when I fell back there that's down to me انا المسؤول انا اسف طب كويس ان هو معلش انت السبب عشان ما جريتش ورايا carry on shall we this place is our best shot there must be a radio or a working phone inside maybe even our driver too look around for something we can break the glass with ابحث عن شيء ما يمكننا استخدامه لكسر الزجاج ماشي القامة لما لا استنى بقى استنى استنى خد ياه خد ياه وروح فين
ايه اللي هيكون موجود عشان اكسر الزجاج يعني؟ ايه ده؟ ورقة؟ دي فيها ايميل. اوه ايه ده؟ في صور هتساعدك في المستقبل، دي اللي الامين قال عليها، ان في صور ما هتلاقيها هتساعدك في المستقبل او في كشف المستقبل. دي اعتقد ان انا اجيبها من هنا. اول صورة عرض التنبؤ نارو تانيكا، هو هيحاول ينكس تيتا. في حاجة هتكون بتشد تيتا، دي اللي هو الحاجة اللي طلعت في المية. انا مش عارف اللعبة دي مبنية يعني، هل في فكرتها ان احنا ممكن نعكس التنبؤ ده نحاول نحله؟ مش عارف. يا عم في شجرة اهي وفي طوب، اكيد في طوب هنا. مفيش طوب خالص اهي، طوبة يا عم. ابسط ايوه هي دي تفي بالغرض. ايوه هي طوبة، تخيل. I'll smash the window. No problem. I can do this. Okay. If you're sure. Anyone can do this. Not anyone. Putting a rock through a window at 10 paces? Anyone can make the shot. If you're feeling under pressure, let someone else do it. I'm not feeling pressure. Just saying. انا لا اشعر بالضغط. Can you stop talking? ايه ده ايه ده؟ الله عليا. Oh, strike. We'll make a ball player. حتى دي قلبت ترجمة صيني. الله اكبر عليه. Can you make a shot like that? ترجمة قلبت صيني ليه؟ استنى. اه رجعت تاني عربي. انت حتش قال لكم انا بعرف اقرا صيني والله. بيس اوف كيك. محمد حان دورك، اللي هو ايه اللي راح هناك، مش عارف الكاركتر ده اسمه ايه، بس اللي راح هناك مع شخصية تايلور. مدرسة الإعدادية في ليتل هوب. ايه ده؟ يعني هما لسه في ليتل هوب برضو، بس احنا دخلنا الأعماق المدينة وهم تقريبا بيدوروا على الطريق إلى الخروج. في نبوءة شفتها إن تيتا دي في وحش هياكلها. الوحش ده اللي أنا شفته من شوية اللي هو كان في المية، اللي خرج من المية واحنا بنبص عليها. اهو ايه ده ايه ده ايه ده؟ هخش على مسؤوليتكم انتوا بقى، انا خايف. خدوا 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 البت، مشيت كده. انا مش ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما فين؟ صابوني ولا؟ تفقد. خد ياض خد ياض، تفقد ياض. في ايه طيب؟ ايه ده؟ حبسوني، حبست في نقطة لا رجوع منها. land for sale، ارض للبيع. no surprise that didn't sell. who'd want land in this godforsaken town؟ مين هياخد الدنيا؟ يلا ما امشي ازاي طيب؟ امشي كده، خلينا من اهل اليمين. فكرة اللعبة متخلفة. طب انا عايز ابص حواليا، عايز اتفقد. ايه مين هيعضني؟ ايه ايه ايه
ايه ده؟ ده رجعت تاني النقطة اللي احنا اتقابلنا منها. Wonder what closed the school down. Forget about that. Even if you make it over, there's no way I'm following. Goes for both of us. لا محب المدرسة قط، فلنخرج من هنا. الله يا ابني والله مين بيحب المدرسة هنا؟ طمأنينة. Hey, it was a collective decision. We'll find another way. ومش ده الطريق اللي انا لسه داخل منه؟ انتوا هتجننوني بقى ولا ايه؟ البت اهي. دي الخريطة بتاعتها سنة 1692. البت كانت واقفة هنا والله، كانت واقفة هنا انا شفتها. وده مش ده الطريق ده كان مقفول وفتح من دماغه كده. تعالى لالي. امشي يمين ولا شمال؟ خلينا يمين. That must be what we heard just now. طب ايه طيب؟ ولو الموبايل ده فصل احنا ايه مصيرنا؟ انا مصر. انا عايز افهم يعني. تخيل ما اكيد مش حياتنا كلها معتمدة على بطارية موبايل. وانتوا ليه سايبين انا في القيادة؟ ليه خليك انتوا القادة. اها ايه بقى؟ لا تم تحديث الاتجاه. مش عارف انا عشان احط ايدي على عيني بسرعة. Are you okay? خد بالك. Who are you? What are you doing here? Something is real off about this whole thing. شكرا يا تايلور، شكرا ان انت قلت لنا ان في شيء مريب هنا. المكان كله مريب يعني، انت بتتكلمي في ايه ده؟ انا نو تاني. What are you talking about? أما تحدثين. تايدو إلا سيجدني. ده حاجة من الماضي. حاجة من سنة 1692 أعتقد. بالكاهن. Please, no, let me go. I will go. I'm sure you will not speak of our secret. Your childish games tire me. لقد سئمت من ألعابي. كنت كده القصة دي ليها أثر في الماضي. أعتقد أكيد ليها أثر في الماضي. ارتباك. لا اتركها. اتركها يا ابن الكلب انت. ايه ده؟ ما بتلمسش. زي ما بقول لك أنا في الماضي. ايه ده؟ يعني هو برضه مش عارف يلمسها ولا ايه؟ I saw her in the forest together with her familiars. أنا بريئة. I will have the truth one way or another. سأعرف الحقيقة بطريقة أو بأخرى. تعال. إيه ده؟ ما هو عمل إيه اللي خلاه يقول كده؟ شكرا على لطفك. تايلور. هما كانوا بيشوفوا حتة من الماضي. Someone tell me what just happened. The girl with the priest. That's the one I saw with Andrew. There must be a connection between her and the other girl. بد أن هناك صلة. I don't get it. انا فهمت كده، فهمت في حاجه في الماضي احنا تقريبا لازم نصلحها او حاجه. Let's go. او كل اللي حصل ده ليه اثر في الماضي يعني. ماشي خلاص يلا اخرجوا كله يخرج. اوه يا عم كده انا فهمت اللعبة فين.
glad you're here. You're glad I'm here? أنت مسرورة لأنني هنا. يبدو الأمر كذا. أوبا أوبا. يا نهار أسود. ناخد بوق رأي نشف. Maybe they can help. Let's head over. Here. Need a hand? سأساعدك. أعتقد إن حاجة هتشدها دلوقتي. هي دي النبوءة اللي أنا شفتها؟ طب أدوس فين؟ أدوس فين؟ لا لا استنى بقى استنى استنى أدوس فين؟ بتلعب إزاي دي؟ مقتنيات الشخصيات أكيد في حاجة بتدل على طريقة اللعب يعني. سوري. مؤاخذة طير. ده ازاي كويك تايم ايفنت مش مفهمني هو بيتعمل ازاي؟ I don't think this takes us out of this shitty town. There's no road. لا يوجد طرق. الوصول على مخرج آخر من ليتل هوب والبقاء معا. هم بيخلوني أدور على مبنى أو على مخرج لليتل هوب. فتح. إنه موصد. ايه رايكم بقت مدبلج اهو. ايه ده ايه ده ايه ده مين ده؟ ايه ده ده الحاجه. اه حاجه مالك الكاميرا مالها زنقت في وشك. احنا انا ناقص ارجع يا سر. في حاجة بتلمع هناك أكيد في دليل. خد ياض افحص. مش حاجة ولا ماشي. أوه حاجة. أوقفوا غلق مصنع رافيندين. إيه مصنع رافيندين ده بقى؟ أكيد حاجة ليها علاقة بالقصة. مصنع رافيندين الكاهن البنت الصغيرة. أكيد في ترابط ما بين كل ده. حفلة الساحرات اللي كانت سنة 1692 أعتقد. يا تتسلق؟ مش عارف الآن مليم الحاجة دي والله. الحاجة دي مخوفاني. اطلع أخويا اطلع 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 اطلع. Seriously? You're going in there? Nice. Unless you got a better idea, you're keeping to yourself. What's eating you two? Whatever it is, I don't have time for it right now. So please get a hold of your nonsense. You need to get inside and open the door. We'll wait here. Be right back. Promise. I saw one lohadi. طيب. يا نهار اسود. أعتقد. Hey, I need your phone. لا ليه؟ To call my mom. It's dark in there. I need a light. Fine, take it, but break it and I'll be seriously pissed. Throw it to me. Hey! Oh, I'm really sorry. It was an accident. أنا لازم أتعلم بقى. You dropped it on purpose, asshole! Hey, it's just a phone. We'll get you another one. You are buying me a shiny new one. Best one available. Of course, no problem. طب ايه طيب؟
I'm in. Is it safe? Think so. انتوا ليه ماشيين هنا يعني؟ طيب مش شايف حاجة. كمل يا اخويا ماشي. اكس في حاجة هتحصل يعني. ايه اعمل ايه طيب؟ دي حيطة اعطف. طب ايه طيب؟ يا فالحيطة ولا انا لسه جاي من هنا. هو ليه بيمشي من دماغه؟ طب ده الباب دي اللي انا لسه جاي منه. تمام ممكن امشي كده بقى او كده مثلا. في اكيد في باب هنا مش شايف اي حاجة صدقني. لو في حاجة جت خضتني دلوقتي فاهم فهموت فيها والله. مش عارف اعمل ايه هنا. اعمل ايه انا؟ اقول لي انا اعمل ايه بقى؟ ماشي شوف لي المكان ده. هو ايه ده؟ ايه ده؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ اكس انا مش جاي من هنا. استنى استنى خضيت خضيت. يا جدعان ما تحطونيش قلت لكم في العاب زفت رعب. كويس ان عليك كشاف والله احسن من الجزمه اللي عماله تعيرني. مش في حاجه هتخضني دلوقتي وش عشان انا المفروض اعمل حسابي. ماشي يلا الأربعة عديتها الحمد لله. هتخدني كمان شوية يعني مش لازم تخدني وقت. Everybody here. لازم تعمل فيها شبح وتقولها افتح لكم الباب. خضيت خضيت. How'd you get here anyway? Went around the side through a fence. So I climbed into this haunted house for nothing. The gap in the fence wasn't so big. You would have got stuck. How is it in there? Far. هذا المكان يخوفني بشدة. This place is creeping me out. It's full of old ass useless shit. نعم عليه بالأغراض القديمة عديمة الفائدة. يمكنك أن تسرع. Sure thing. أروح فين؟ ماشي. أروح في أي حتة بس خرجوني برا. برا نفسيتي بترتاح. Hold on. I'll be right there. فين أنت جاي؟ Will you relax? I'm جاي coming. أم جاي جاي. خروج خروج. اكسروا.
قلبي كان هيقف، بس كنت متوقعها الصراحه يعني الحمد لله الحمد لله. انجلا عايز ايه يا ولاد؟ هاو ايه ده؟ دي الولاية العجوزة. ايه الست العجوزة؟ ايمي سيأتون من اجلي. هدي من روعك يا زوجتي. انهم يتحدثون عني. اتركوا في ترابط يا جدعان ما بين الماضي وما بين الحاضر. There's no sense in that. Who would say such a thing? I cannot rightly say. العقل والقلب. العقل. Stay where you are. Fine. ابقى هنا حيث أنت. How did I get here? And where the fuck is here? Hold your tongue. سن لسان. Privy to the rumors about my wife Amy. القلب. What rumors? Open the door, Joseph. This instant. Enough of your foolishness. Tell me precisely what you know. I did see a young girl back there. Tell me about her. كانت مع هذا الكائن. The girl, she was with this priest. Reverend Carver. The one now beating on our door. الذي يطرق بابنا. إنه الكاهن. Come now, Mary. طب يعني البنت ليها ترابط مع الماضي والمعلمة بتاعتهم أو الأستاذة بتاعتهم في الجامعة برضو ليها ترابط مع الماضي. إيه بقى هو الماضي؟ There is more to this. Mary does not like me chiding her. Perhaps she's spoken out against me. She has a temper. ربما تحدث بسرعة. تقولون أن ماري هي التي نشرت. إنها طفلة مضطربة بالتأكيد. لكن هذا يتفوق على قدرتها. What plan do we have? I will resolve this, my word on it. Do not admit them. Reverend Carver, Marshal. I have here a legally written warrant for the arrest of Amy. My wife has done nothing wrong. زوجتي لم ترتكب أي خطأ. Speaking in tongues. عارف والله إنها ما ارتكبتش أي خطأ. عارفين والله. The word of a child condemns my wife. كلمة طفلة تدين زوجتي. The marshal's hands for your own good. Then I must accompany her. She will not leave my sight. Such action will not aid your wife's cause. يعني الطفلة قالت حاجة عن الشعوذة وكده، فدي تقريبا اتخذت في الرجلين. احنا يعني مهمتنا بقى هو كشف الحقيقة اللي حصلت في الماضي. ماشي يا حاج، خلاص شكرا. عرفنا ان الماضي أليم. Where the hell have you been? أين كنت؟ ايه اللي حصل؟ You look freaked. What's up? تبدو مزعورا، ما الأمر؟ هل رأيت شيئا؟ أكيد رأيت الحاجة اللي وراك دي. This was different. كان هذا مختلفا. I think they could see and hear. أعتقد أنهم تمكنوا من رؤيتي وسماعي. It was hard to tell exactly. من الصعب تحديد ذلك لأنهم بدأ خائفين حقا. You see anything else? تايلر. I saw this woman being taken away. ويتخذ بعيدا ومكبوت عليها. She was being accused of witchcraft. The spooky little girl. She gave the name Amy to the priest. That's what got the woman arrested. هذا ما تسبب في القبض على الامراه. Amy. هذه المراه ايمي. التي وشت بها الفتاه. هل هي تشبهني؟ She's my double. Oh great. Take it easy. This is not just about لك الامر لا يخصك وحدك. We've really screwed up here. Instead of getting out of this awful place, we're right back in the middle of town. عدنا إلى وسط المدينة. المفروض يتقابلوا مين ال الشابتر خلص ولا؟ قوليش. أوه شهادي جن، حان دوركم مرة أخرى.
What do you think? تفاؤل شك إنه مهجور. I'm not so sure we'll find anything useful in here. It's derelict. You students are all the same. Doom, gloom, and negativity. Never mind how it looks. All we need is one phone to still be hooked up. لعبة جميلة. حسنا فيلم ولعبة كده. تسنان بس الكاميرا المتخلفة الموجودة في اللعبة ونظام المشي السيء. بس هي اللعبة تفاعلية اصلا يعني انت مش معتمد فيها على الجيم بلاي بشكل عام يعني. الكويك تايم ايفنت اللي انا مش عارف اعمله ده يعني. يا ريت يقول لنا التوتوريال. اي منظر البحث عن هاتف يعمل. حسنا. وش يا زميلي. اكيد في هاتف هنا. افتح لي يا ابن الدرج ده. ايه يما نور يا ابني هنا نور يا ابني ها هو البيت ده كبير تعال تعال نخش مع بعض نخش مع بعض دور معايا احسن كمل مشي بس هتلاقي فيها جثة انا عارف الحمد لله ملقيناش فيها حل ري مين رينولد ده رينولد من قسم شرطة ليت الهوب وايه ده بتتوب انتوا هنعرفكم انا لسه صاحي من النوم فاهم يعني انا مش عارف بقى بتتوب ليه اكيد الباب ده هو اللي فيه السر اكيد هو ده اللي فيه السر مغلق تعال نروح نشوف الباب التاني فحص في خشب هنا اذا لقد خسرت كل شيء ماشي يا عم ماشي يا عم بتاع والدنيا ظلمت كده ليه قلنا اكيد في غرفة تاني مقفولة في حاجة جوه فما اخرج حتى لو فيه مش عايز اعرف هنشوف الباب ده هو انا غبي ولا ايه مكتوب مغلق يلا هو الباب ده بيخبط في ايه لسه فتحناهوش فحص تاني ايوه بتاع رينولد خلاص مش عايز الله نخرج تاني انت فين يا من المدرس اهو برا تعالى اعتقد ان هنا في حاجة انا مش مطمن لها بس هي حاجة هتحصل برضو مغلق الله اي اخرج في حاجة هنا عايز نكتشفها يا ابن اخرج يا ابن هو مش ده تليفون تقريبا هو ده اللي احنا بندور عليه اصلا تعال نخش نشوف هنا اكيد في حاجة هنا اكيد وادي تفقد الكلام ده والله بيبقى مهم مش عارف ليه سجن الساحرة القديم تم بناؤه في 1984 وهدم في 1783 في 1692 وأثناء محاكمات الساحرة في ليتل هوب كان يزج بالعديد من المتهمين في السجن
يعني 1900 في حدث حصل في سنة 1992، هو ده تقريبا اللي عمل كده. لابد ان هناك شيء، ما اكيد في شيء. والباب ده اتفتح دلوقتي. تليفون اهو، تليفون تليفون. We have a winner. Found a phone. مش كان في تليفون بره اصلا. الخط منقطع، ما اكيد يا عرفت لوحدك ولا حد قال لك؟ شيت يا ابني، ما تعمل صوت يا ابني. اعتقد انني اعرف المشكله. شاركنا من فضلك. لا يوجد سلك متصل. There's got to be a cable here someplace. شكرا. هلاقي كيبل تليفون، هلاقي كابل فون فين غير في الحيطه؟ اللهم ما لسه النقطه دي. ماوس تليفون لبره. التليفون التاني كان هنا اهو، ما تلاقيش فيه اي كيبل. ده في حاجه جوه، هو ده ولا ايه؟ مروح صورة. حاجة مهمة. في 16 يناير 1902. What is that؟ ما لحقتش اقراها. ازاي بيرن من غير سلك؟ What do you think؟ Answer it. I can do this. Be careful. احترس. Don't stress. بس 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 اللي هيحصل بقى، في حاجة هتحصل وهيرجعوا للماضي. بص، فيها رجعة ماضي دلوقتي. ايه ده؟ لا. What can you hear? A woman. She sounds real upset. امرأة تبدو مستقلة للغاية. Try to get some details or location, anything we can use to find her. Not all every little hopper will live for the truth to out. Can I ask, what's your name? As I walked, a man appeared at my front. طب ليه مش ظهرت الترجمة من السماء؟ Okay, it's all good. I'm gonna help you out here if I can, but I need to know your name. I'm so falsely accused of crime. انا عارف ان هيحصل حاجة، انا عارف ان هتحصل حاجة قذرة زي دي. انا البيت الصغيرة، الكاهن، بس كان هنربط أحداث من الماضي. إلا كان مصيرك هو الهلاك. المبجل. No evil word shall leave my lips. Should you breathe a word, or the edge of a word about the other things, then I will come to you in the black of some terrible night and bring a reckoning that will shudder you. Now, Reverend, let us begin. Enough time has gone begging. Go be with your kin. سنة 1692 المحكمة اللي كانت مليانة بالساحرات، وكانت تعج هنا الكثير من الناس. The devil is the master of deceit. All his servants feign innocence. They can do. ثانية، ده انا لسه ببص كده على الوشوش دي وبقول ايه ده المكسلين يعملوا الديزاين للوشوش. ستاري ده مشكلة في البلدة. ان هم من غير وشوش اصلا.
I am innocent of all accusations against me. Hush now, Amy. What the hell should we do? We need to stay quiet. نبقى هادين. فاهم عشان نعرف في ايه بيحصل في البلد دي. I mean no offense, Reverend Carver. I do not believe any of my neighbors, those who know me best, will speak out against me. They know who I am, that I side with the righteous. I will not be caught in the web of your deception. The devil hides himself where he is least expected. My wife is no devil's plaything, Reverend. I beg the court's forgiveness, but I stand by my statement. My wife Amy is innocent. I respectfully ask this good court to pay no mind to the words of a man whose very home is foul with the stench of brimstone. يا جدعان القصة بدأت تتشابك والأحداث بدأت تتجمع. اقتراب اقتراب ايه ده يعني هو بيخيرني بين لا خليني مع البيت. Let us conclude our business here without further ado, lest we afford the forces of darkness the opportunity to bend these proceedings to their will. No! Mary? Mary, my sister, what ails you? What the? Stay out of this. What have you done to this child? You have bound an innocent girl into a pact with the devil himself. Non-binary. The poor creature seems possessed. هنحاول نكشف مين ال السحر. Amy, lay your hands on Mary. Let us see what occurs. If I am correct, your touch will release her from this affliction. It must be so, if you are the one who bewitched her. أياج نماذج تهمل المزيد. لا دعوش أنا. Leave her alone. Who speaks? Who's there? God preserve us. ما مش شايفينهم بس المرة دي سامعينهم. مين ده ايه جاي من لعبة ريد ديد ده ولا بالظبط هحبسها. انهم هنا بيننا. ماتت ولا قتلت البيت؟ What more proof is needed that the devil walks among us in Little Hall? Let me show you. Take heed and pray. The devil is here in this very room. متفق معاها أكيد. أكيد متفق معاها. What the hell was that shit? Was that for real? Felt pretty damn real to me. بدل الأمر حقيقيا تماما. Didn't the witch trials happen centuries ago? Most of them over 300 years ago. Then how come we just saw one? Like I say, I have no good explanation. ليس لدي أي تفسير غير إننا بنرجع للماضي. That little girl who had some kind of تلك الفتاة الصغيرة أصابت بنوبة ما. What do you think is going on there? ما الذي تظن أنه حدث هناك؟ دجر غفان الأمر برمدة. هذه الفتاة هي الذي رأيتها في الغابة. I know that little girl. أعرف تلك الفتاة الصغيرة. She's the one me and Angela saw back in the woods. Accusations were often أغلب الاتهامات كانت كيدية. في لعبة حصلت. في لعبة صغيرة حصلت. سخط. لا 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 الطفل. دي مش مجرد طفلة. إنها ليست مجرد طفلة. The woman we just saw condemned, I saw her back at the intersection. لقد رأيتها عند التقاطع. إنها في مأزق كبير. She was in deep shit. إنها في وكانت تعرف ذلك. It's tough to watch. كان من الصعب المشاهدة. Who's أنا that? الباب بيخبط وأنا ببص على الباب بتاع نهار إيسو. Come on, let's go. هلا والتخلف. حاجة تحصل حاجة تحصل حاجة تحصل حاجة تحصل. Hey Taylor, we're in here. We can't open the damn doors. We can't either. They must be locked. Let's all try to force the handle. In 3, 2, 1,
مفاجأة. فتحت الباب الحمد لله. لقد اجتمعوا مرة أخرى ليواجهونك والشر. عصرتم علشان يخرجنا من هنا؟ لا، مجرد خردة لا فائدة منه. Are you okay? I know what happened. That other version of me was arrested. تم القبض على شبيهتي بتهمة السحر. ثم تمت محاكمتها وأدينت بتهمة السحر. We need to know what that woman is facing. علينا أن نعرف ماذا سيحدث لتلك الامرأة. ما سيحدث لها؟ تعجبني الفكرة. ولكن لنا أن نكتشف هذا. هم دلوقتي فهموا اللعبة وفهموا أن هي عايزين يكتشفوها في الماضي. تكمل الإجابة فين؟ تقريبا شاوروا على المكان. طب ما هذا؟ هتقول له حاجة. هذا جنوني لا فائدة لدينا. تفاؤل تفاؤلي. لازم نتجاوز هذه المشكلة. مظهر الدراسة العبقري ما هو مع حيط شعر. يلا مش مشكلة. اعتقد ان الشابتر كده خلص. احمد حان دورك. ثانية بقى ثانية. بما ان احمد حان دوره فاحنا هنكتفي بهذه اللعبة اليوم وبس كده. بكده يكون الفيديو خلص. يا ريت لو عجبك تعمل لايك سبسكرايب وشير وتشوف الحلقة اللي فاتت كانت بداية اللعبة. ولو عجبتك الحلقة دي وعايز تدعمنا وكده يا ريت تنشر الحلقة دي في كل الجروبات. ولو اللعبة ذات نفسها عجبك تقدر تشتريها من عندنا من على جمزاوي. هخش اكلم البيج او الموقع. خش على الموقع. الموقع تلاقي تحت في الديسكريبشن. خش عليه او خش على البيج وكلمهم وقول لهم ان انت جاي من طرف شادي وبس هم هيظبطوكوا. بس كده كان معاكم شادي جين. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية اللي هتكون بكرة الساعة 8. سلام.